وللتعليق انضم الينا عبر الهاتف الناشط عبد الله دعهن. اهلا بك عبد الله. قبل ان اسالك لقائكم بالشيخ عيسى بن ياقوت، مبدئيا ما الذي حملته زياره شيخ مشايخ سقطرى الشيخ عيسى بن سالم بن ياقوت الى سقطرى برايك؟ مرحبا اخي، حياك الله. اهلا بك، حياك. وحيا الاخوه المشاهدين. لا شك ان زياره الشيخ عيسى سالم الى محافظه أرخبيل سقطرى كان لها الاثر الايجابي، وكانت هذه الزياره عملت على عديد من الامور، من ضمنها على اعاده الروح الوطنيه ولملمه الصف الوطني وربط النسيج الاجتماعي والقبلي في محافظه الخبيل سقطرى. خلال زيارته الى محافظه الخبيل سقطرى كان في رفقته العديد من القيادات والشخصيات الاجتماعيه ورؤساء الاحزاب والمكونات السياسيه وعدد من المشايخ والوجهاء والقادة الأكثريين. هذه رسالة واضحة ترسم الصورة الحقيقية لسقطرى، أنها مع الدولة ومع الشرعية اليمنية، وأنها ترفض المشاريع التمزيقية التشتيرية والملشنة. وأعتقد أن هذا الحشد الواضح يبين حقيقة سقطرى، وهي رسالة إلى المجلس القيادي الرئاسي والتحالف العربي بأن سقطرى ينبغي أن يكون لها حضور في اي مفاوضات او تشكيلات قادمه لبناء الدوله ورسم خارطه السلام. هذه رساله اعتقد انها واضحه العين لدى الجميع، واعتقد ان الايام القادمه تكفيل بان نرى نتائج هذه الزياره الطيبه للشيخ السالم بن ياقوت. وصلت الفكره بهذا الخصوص. بخصوص اخر بخصوص آخر عبد الله، إذا سألتك عن لقاء الشيخ بن ياقوت مع منتدى الطالب السقطري في المهرة، أنتم وأنت واحد أحدهم، كيف قيمتم اللقاء وما هي أبرز مطالبكم أو مطالب المنتدى إن صح التعبير؟ بعد مغادرة الشيخ بن سالم بن ياقوت لمحافظة الخبيل سقطرى إلى محافظة المهرة الغيضة، التقينا خلالها به، التقى به المنتدى الطلابي لمحافظة سقطرى، أو المنتدى الطلابي الجامعي في محافظة المهرة، منتدى طلاب سقطرى، وناقش أبرز الصعوبات والتحديات التي يواجهها الطالب السقطري. وكان خلال مناقشتنا معه وجلوسنا معه قدم للمنتدى مكرمة عينية وقدرها 2,500,000، وهذا يعد جهد كبير جدا في دعم المسيرة التعليمية و يعني متابعة الطلاب واحتياجاتهم. كذلك أيضا قدم وفر أجهزة ويوفر محمولة لطلاب الدارسين في محافظة المهرة في الدراسات العليا في الماجستير. ولذلك هذا الامر ليس بغريب على الشيخ عيسى سالم بن ياقوت، سبق وانه دعم منتديات اخرى ايضا في محافظه حضرموت وفي محافظه اخرى. انتم في المهره بعد زياره الشيخ لكم على منتدى الخصوص، بحكم ان الشيخ زاركم في منتدى المهره، كيف تفاعل الشيخ بن ياقوت مع مطالبكم في المهره، وهل هناك معاناه خاصه تعيشونها، صعوبات؟ نعم، اعتقد انه المنتدى الطلابي بحاجه اليوم الى دعم والى مسانده، وبحاجه الى من يقف معه الحاضا لطلاب ابناء محافظه الخبيب سقطرى. ولذلك خلال جلوسنا مع الشيخ عيسى سالم بن ياقوت ابدى استعداده لدعم المنتدى والوقوف مع المسيره التعليميه، وخصوصا مع ابناء محافظه الخبيب سقطرى، كونهم يعانون معاناه كبيره وهي معاناه البعد. وكذلك دعا الشيخ خلال لقائه بالمنتدى دعا ابناء سقطرى او طلاب سقطرى، واوصى المنتدى بحشد الطاقات والدفع لابناء سقطرى للالتحاق بالتخصصات الاخرى على مختلف الكليات في محافظه المهره. ولذلك ابدى استعداده وجاهزيته
وليس بالدعم الاخير، بل انه قال ان في قادم الايام ان شاء الله سيكون هناك دعم اخر والوقوف معكم ولن نترككم ابدا. نحن مع المسيره ونحن ايضا بدورنا عبد الله من خلال متابعتنا من خلال متابعتنا الشيخ تفاعل معكم وتبرع تقريبا ب 2 مليون ريال وخمس اجهزة لطلاب الماجستير، اليس كذلك؟ اي نعم نعم. جميل جدا، اذا لنا هذا الدعم ونشكره على حسن استجابته لمتطلبات واحتياجات المتبقى. وصلت الفكرة. إذن كان معنا عبر الهاتف الناشط السقطري عبد الله دعهن، شكرا جزيلا لك.